يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضاً، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 18، الجو فيها معتدل في الإسكندرية 24-13، الجو فيها معتدل في مطروح 23-12، الجو فيها أيضاً معتدل في بورسعيد 23-13، الجو معتدل في الإسماعيلية 25-13، الجو أيضاً فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 والجو فيها معتدل، في العريش 24-13 معتدل، في طابة 25-15 الجو معتدل، في شرم الشيخ 27-18 الجو فيها معتدل، في الغردقة 27-18 أيضا الجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 28 درجة والصغرى 13 درجة والجو فيها أيضا معتدل، وفي أسوان 26-13 الجو معتدل، في الوادي الجديد 26-9 الجو معتدل، في 30-28-19 معتدل، وأخيرا في حلايب 26-20 الجو فيها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.